طيب، على أي حال دايما بنبدأ فقراتنا بنروح نصبح على زميلتنا لمياء ونعرف منها أخبار المرور والطقس، ونعرف منها بعد صباح الخير طبعا يا لمياء أخبار الكحك معك إيه؟ صباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. كحك العيد ده حاجة، بص، هو عموما كل مناسبة عندنا هنا في مصر مرتبطة بأكلة. صحيح. فهو الاسبوع الاخير ده فعلا بيبقى كل حاجه في حياتنا بيضه بقى، زي الكحك، البودره بتاعته، الكحك، البسكوت، الغريبه، كل حاجه، الترمس، الحاجات، كل الحاجات دي بنقعد يعني نخلص فيها الاسبوع الاخير ونبتدي نجيبها تاني بقى عشان نعيد بيها. كان في بالمناسبه دراسه على السوشيال ميديا امبارح طبعا مضروبه، يعني الناس من كتر ما هي بتحب الكحك قال لك ان هو ما بيأثرش السعرات الحراريه بتاعته لو اكلت طبقين، عادي جدا يعني. حسب كمان حجم الطبق، ممكن اقل حاجه لازم يبقى طبق. ايوه، منا لسه من شويه بتقول لك بيطلعوني من العلبه بيطلعوا منها لا طبعا هو بيزود الوزن بشكل كبير جدا، بس هي مناسبه واحنا بنتبسط بيها. يعني انا بحب اكله علشان المناسبه اكتر من طعمته بالنسبه لي. وزي ما انت قلت، في زمان كانوا بيعملوا بقى في البيوت الكحك وكده، انا فاكره كانت جدتي بتعمل كده، وجدتي كانت بتعمل لعيله. صحيح. وكنا بقى نوزع على خالاتي هنا وخلاني هنا، فكان ليه فرحه كده وريحه ماليه البيت واجواء كلها. يعني انا لحد دلوقتي فاكراها، نفسي اعملها انا كمان. مع موجود ده على فكره لسه في المناطق الشعبيه، بيروحوا كمان الفرن يخبزوا هناك، وفي تفاصيل كده مش كتير على فكره، مش كتير بقى، في ست كده بيروحوا يدوا لها كل المقادير بتاعتهم وهي تعمل لهم وتبيع بقى خلاص. لكن ما بقاش ناس كتيره قوي ملتزمه. صحيح. بالطقس ده لانه مجهد جدا ومكلف جدا. اي حال، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا احمد، كل سنه وانت طيبه يا منى، وبصبح على كل مشاهدينا في كل مكان.